بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة من كتاب القرآن ومصطفى محمود والفهم العصري تحت عنوان النظرة العلمية. والمشكل حقا في أمر الدكتور مصطفى هو أن نهجه في البحث والقوة البادية على منطقه ومقدرته الفكرية الكبيرة تجعل باطله يجوز على العقول بسرعة، ولا يتفطن إليه إلا من أوتي بصرا بأصول الفكر الدقيق. اسمعه وهو يحدثك. إن الإنسان يعيش مضطربا بين عالمين، عالم إرادته الحرة بداخله وعالم المادة حوله الراسف المغلول في القوانين، وسبيله الوحيد إلى فعل حر هو معرفة هذه القوانين والفطنة إلى استغلالها بالوفاق معها، وهو دائما ممكن. انتهى قول الدكتور من صفحتي 30 و 31. وأنت حين تقرأه لدى الوهلة الأولى لا تملك غير التسليم له، ولكن لدى النظرة البعيدة يظهر لك خطأه الأساسي الذي ينتظم كل كتاباته، وهو عدم الدقة العلمية والفكرية. ولقد قلت أن السبب في ذلك ضعفه في التوحيد، وكما قلت فإن ديدني سيكون كشف هذه الناحية ابتغاء أن يتدارك الدكتور هذا الأمر، فإنه بتداركه خليق وهو به جدير. اسمعه مرة أخرى. إن الإنسان يعيش مضطربا بين عالمين، عالم إرادته الحرة بداخله وعالم المادة حوله الراسف المغلول في القوانين، فإنه لكأنه يتحدث عن شيئين مختلفين اختلاف نوع، إرادته الحرة بداخله وعالم المادة حوله. ثم هو يتحدث ويقول إرادته وكأنه قد قال كل شيء يمكن أن يقال، ويقول المادة وكأنه قد قال كل شيء يمكن أن يقال، فلم يبقى عليه هو ككاتب شيء، وبقي علي وبقي عليك من القراء أن نفهم عنه كل شيء. ونحن نريد أن نتعدى الألفاظ إلى المعاني التي تقوم وراءها، فما هي الإرادة وما هي المادة؟ وما قول الدكتور في من يحدثه أن الاختلاف بين الإرادة وبين المادة إنما هو اختلاف مقدار، وأنه ليس في الوجود اختلاف نوع على الإطلاق، وأنه لدى النظرة العلمية فإن الإرادة مادة في حالة لطافة لطيفة، والمادة إرادة في حالة كثافة كثيفة، وأنه حين اعترف لعالم المادة حوله أنه الراسف المغلول في القوانين قد كان يجب عليه أن يعرف للإرادة الداخلية نفس القدر من القيود والأغلال، فلا يزعم أنها حرة طليقة. إن النظرة العلمية التي ذهب إليها كارل ماركس من أن المادة سابقة للعقل وأنه تابع لها مسير بها لها حظ من الصحة ما كان ينبغي أن يذهل عنها الدكتور، وإنما يجيء الخطأ لماركس من إنكاره لوجود عقل سابق على المادة ومؤثر فيها ومسير لها، وذلك هو العقل الكلي المتسامي على المادة المتخطي لها المسيطر عليها، وهو خطأ جسيم أخرج ماركس من مرتبة العالم المحقق إلى مرتبة الملحد الجاهل. إن الإرادة البشرية مسيرة بالعالم المادي الذي حولها، والعالم المادي إنما هو مظهر محسوس للإرادة الإلهية التي سيرت العوالم التي نعرفها والعوالم التي نجهلها، والعوالم التي نراها والعوالم التي لا نراها. وما هي هذه القوانين التي يعنيها الدكتور حين قال من عبارته التي أوردتها لك سابقا وسبيله الوحيد إلى فعل حر هو معرفة هذه القوانين والفطنة إلى استغلالها بالوفاق معها، وهو أمر دائما ممكن؟ هو بالطبع يعني القوانين الطبيعية التي تحكم المادة والتي اكتشفها علماء الفيزياء وعلماء الرياضيات وعلماء الهندسة وغيرهم من أطرافهم.
ولكن ما قول الدكتور إذا أخبرناه أن التوحيد يقول أن هذه ليست قوانين وإنما هي مجرد ترتيب وأسباب، وإنما القانون هو العقل الكلي، وإذا أراد العقل الكلي للأسباب ألا تتأتى لنتائجها فإنها تتخلف، فالجاذبية لا تفعل فعلها في الأجسام، والنار لا تحرق ما تسلط عليه من الأشياء. والذين عرفوا القوانين التي يتحدث عنها الدكتور لا سبيل لهم إلى الحرية، وإنما السبيل مفتوح للذين عرفوا العقل الذي رتب سلسلة الحوادث التي تنبعث عنه في كل لحظة ترتيبا هو من اللطف ومن الدقة ومن الانضباط، بحيث ظنه الغافلون قانونا يعمل في المادة باستقلال عن مؤثر خارج المادة كما حدث لماركس في فلسفته المادية. التوحيد يقول إنما نسميه أسبابا في مفهوم عقولنا العادي وننتظر منه نتائج ليس في حقيقته أسبابا تؤدي إلى نتائج، وإنما هو ترتيب للمحل ليستعد لتلقي الفيض الإلهي في كل لحظة فتكون بذلك النتيجة المرجوة. فكأن المحل قد يترتب أو خلل الأسباب قد تتخذ بإتقان تام، ثم إن لم ينبعث الإذن من الله لا تكون النتيجة التي يقوم في عقولنا أنها لا تتخلف. فنحن قد نعيد النار على أحسن ما تكون، ونستيقن أنها ستشوي اللحم الذي نعرضه عليها، ولا يقوم في مألوف علمنا أنها قد تتخلف، ولكن التوحيد يقول إن كل الذي فعلناه نحن بإعداد النار على خير ما تكون للإحراق هو أن المكان استعد لتلقي الإذن الإلهي بالإحراق، فإن لم ينبعث الإذن لا يقع الإحراق وتتخلف النار بغير سبب نعرفه عن مألوف عادتها عندنا. أكثر من هذا، فإن التوحيد يقول من ظن أن النار تحرق ولا تتخلف عن الإحراق بعد أن أعددناها نحن على خير ما نعلم فإنه مشرك بالله أو ضعيف في توحيده على أحسن حالاته. أما النمرود صاحب إبراهيم الخليل فقد ظن أنه سيكيد لإبراهيم كيدا لا قبل له به حين سفه آلهته فأمر فبني حظيرة وجمع فيها نارا عظيمة ثم وضعوه في المنجنيخ مغلولا فرموا به فيها، فظهر له جبريل وهو على وشك أن يلقى به في النار فقال هل لك من حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا، فقال جبريل فإلى ربك، فقال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. فورد الخطاب القدسي إلى النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما أمرت ولم تحرق منه غير وثاقي، وإنما كان ذلك لأن إبراهيم عرف رب النار ولم يلخ بالا إلى القانون الذي ألفه الناس عن النار. أم هل ترى أنه كان يجد حريته التي وجد لو فعل كما يريد له الدكتور مصطفى محمود أن يفعل حين قال وسبيله الوحيد إلى فعل حر هو معرفة هذه القوانين والفطنة لاستغلالها بالوفاق معها وهو أمر دائما ممكن؟ أم هل ترى أن الدكتور كان يريد من القوانين هذه القوانين التي تحدثنا عنها نحن ويريد بقوله والفطنة إلى استغلالها بالوفاق معها الاستسلام الراضي بالله؟ ذلك أمر بعيد بعيد، وإنما هو يعني القوانين الطبيعية المألوفة. هذا ختام نقاش نظرة الدكتور العلمية لهذا الموضوع.